مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. السلام عليكم مشاهدي، رمضان كريم. اليوم نشارك معكم اول فطور في رمضان ان شاء الله، فطور مخلط مغربي ومصري. هذه بغيت نوريكم حيت بزاف الناس اللي كيسولوني على الطريقه ديال الطحينه. هذا هو السمسم، ججلان ابيض هانتوما كما شفتوا منقيه، وغنوريكم كيفاش كيدار في الطحينه. ساهله، واحد الوصفه سهله. اليوم غندير بابا غنو. البابا غنو هو الدنجال مشوي، هانتوما تشوفوا معايا، ها هو الدنجال مشوي، غسلتو شويتو. وغنقشر لي دابا هذيك الشلفه الكحله، وغنزيد عليها الطحينه. كيجي زوين، شويه الكمون، شويه زيت العود، شويه الثومه، كيجي رائع رائع. هانتوما دابا كيما شفتو انا درت فيها واحد شويه الزيت، غنزيد فيها شويه الماء سخون دافي، نبدا نطحن تنشوف كيفاش بغيتها تكون. هانتوما كيفاش كتجي الطحينه، هي هذه الطحينه ديالنا. انا حيت درتها شويه سايله لانني غنديرها في مع الدنجال، يعني مع بابا غنو. اللي بغى يديرها عاقده كتجي عاقده، كتجي زوينه صراحه، لان كاينه الطحينه ولكن ما لقيتهاش حدايا هنا، كاينين في واقيلا في كافور ولا هذه. المهم انا كنديرها لانها كتصايب السمسم، كنصايبها بالسمسم. هانتوما كيما شفتوا اخواتي، حطيت الطحينه عليها، شويه البزار، شويه الملح، شويه الكمون، شويه زيت الزيتون، صافي. كتخليها كدير تحت سماكي تحكي فيها سماكي سماكي مزيان، وتي تزيدي الطحينه راه كتزيديها. هانتوما اخواتي كتبقاو تحركوا فيها حتى كتولي مزعل، كداك الزعلو كيولي الدنجال داير. الحريره المغربيه ضروري في الفطور ديال رمضان، ضروري نديروها، كتجي لذيذة وزوينة. درت فيها البيض، مدرتش فيها اللحم، درت فيها واحد البيضة في الأخر تاع طابت، تجي لذيذة وزوينة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إخواني وأحبابي وأعزائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول رمضان، أول يوم في رمضان، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبة، كنتم طيبين. عاشركم مباركة، يجعل لك رمضان يجعل أيامكم وأيامنا بالخير واليمن والبركات. ونتمنى يا رب، نتمنى يكون رمضان الخير ويزيد علينا الرزق في دياله، ويتقبل يا رب، يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة. وكل عام وانتم بخير، ومناسبة رمضان كل عام وانتم بخير، كل مشاهدينا ومتابعينا. اليوم ان شاء الله هنوريكم الفطور بتاعنا، فطور تقليدي صغير كده، انا حاجه على قدنا، مغربي ومصري، واسمحوا لنا مغربي مصري ويبقوا معايا وكملوا الفيديو على يوميات مصر في المغرب. ونتمنى يا رب دايما تكونوا فيديوهاتنا توصلكم بالصحه والخير، وتكونوا في احسن الاحوال، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة إن شاء الله. ادخل معي الكوزينة دابا تعاوني. يلا تعالوا معي. يلا الكوزينة. عصير التمر زي ما قلت لكم، دابا نوري لكم، هنحط في الكاسات. تمر والشريحة. والشليضة. الشلاضة. الشلاضة. هذه أهم حاجة عنده في أهم حاجة، دول الوجبتين دول أهم حاجة ناخذهم الأول، وبعد كده نصلي، وبعد كده ندوز الفطور. عاد ندوز. تابعوا معي وابقوا معي. تفضلوا، يا الف مرحبا بكم كل مشاهدينا، الف مرحبا، الف مرحبا مشاهدين. قبلوا علينا على فطورنا العصير المتواضع، فطور مخلط مصري ومغربي. هذا عصير التمر هو، هذه اهم حاجه عند سعيد، التمر كتقطعي وديري في الماء، حطوا في الماء، حطوا مع الشريحه، حطوا مع المكسرات ديال اللوز، الجوز واللوز، اهو التمر هذا اهو،
هذه اهم عند سعيد حاجه في الفطور ضروري كيوقصي به ليا بدا الكل كيك ضروري كاسه كبيره معلقه صغيره معلقه صغيره جيبوا معلقه كبيره انتما مسيمنات مغربيين سلو شبكيه مع الحريره شلاضه المشاهدين وريت سعيد بابا غنوا حيت قبيله وريتهم الطريقه هو لسه بيغنوا ولا اول بابا غنوا كيقولوا لي البابا غنوا علاش كتقولوا لي البابا غنوا سعيد هذا جاي الزعلوك بس ما بيحط عليه الطحينه بالسمسم صايبته قبيله الطحينه اللي هي السمسم مع اسماء الزنجبال زنجلان زنجلان هذا الزنجلان الابيض ماشي زنجلان الاخر الابيض وشويه الحوت وشلاضه اهم حاجه عند سعيد كما قلت لكم الحريره المغربيه ضروري في ضروري كيف عملنا هذه مفكرنا خواج انا ولا ايوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليك الحريره المغربيه ضروري تبارك الله تبارك الله الفطور ديالنا المتواضع فتره انا وسعيد والده مسكينه تلاجت فتره معايا والله اكبر اللهم تقبل منا يا رب ان شاء الله الله اكبر اللهم لك صمت على رزقك وافطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وجبت الأدر ان شاء الله الصحة والراحة سيدي الصحة والراحة نجاوب نشط الطابلة ديالنا والفانوس هو معانا كيفطر تا هو ضروري الفانوس اي التمر بقى يتاكل بقى ميزتو هذا التاكل كده يا جماعة بقى جميل اهو وما درتش وما كيجي فيه لا سكر لا والو كيجي مسكر داك الحلاوه ديال التمر وهذا كيطلق تما بحب السكر بقى يزود السكر لا لا الاحسن يكون طبيعي سعيد كيف فطرنا على الاجواء ديال الزين صراحه اجواء زوينه صراحه بيت زوين نورد لكم المسحرات في مصر يا جماعه والاضواء المشاهدين واخا اللي ما مجوجين شي مصريين حتى هما يديروا الزينه بحال هكا بحال يعني هما كيفرحوا برمضان بالطريقه ديال الزينه طفي النور كان بك سعيد بركة بنقوم نصلي نصلي تفدو يعني اجواء زوينة زوينة ممكن تفطري على هاد الاضواء بحال هكا تقدر تثبت الضو صراحة اجواء زوينة عتنوض تصلي دابا سعيد غتكمل فطورك صلي يلا نوض اخويا الله يتقبل منا ومنكم هذا سلو هذا الشباكية وري الاخوان المصريين شباكية المغربية كتمشي مع الحريرة في الاخير كاين اللي كيصبق الحريرة في الاول كاين اللي كل واحد والفطور ديالو المهم قبلوا علينا حنا بغينا نشاركوا معاكم الفطور ديالنا يلا نصلي ونكمل الفيديو